بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. تعريف الأعلاف الخضراء يندرج تحت منه أنواع كثيرة جدا ومعاملات زراعية كثيرة وقيمة غذائية مختلفة وجودة مختلفة من الألبان ومن اللحوم وتأثير على التربة وعلى المحاصيل المقبلة. يعني في أعلاف خضراء تتزرع قبل محصول فتزود من الإنتاجية. الأعلاف الخضراء هي نوع من أنواع استصلاح بعض الأراضي التي لا يوجد فيها زراعات أخرى. الأعلاف الخضراء تؤدي بصورة مباشرة لرفع دخل المربي أو منتج الألبان. الأعلاف الخضراء وانتقاء التقاوي من مصادر الموثوق فيها عليها عامل كبير جدا لنجاح زراعتها. بيشرفني النهاردة وجود الدكتور مصطفى عبد الجواد، الأستاذ بمعهد المحاصيل الحقلية. منور يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ سامح والساده مشاهدي مصر الزراعيه كلنا. بيتجدد اللقاء في اوقات الحمد لله تعتبر مناسبه، التوقيت اللي احنا فيه ده بالنسبه للاعلاف الخضراء. هل احنا بنقفل موسم ومقبلين على موسم؟ هل في عروه في الوسط؟ نعمل ايه في هذه الفتره؟ الاعلاف الخضراء يا استاذ سامح على مدار السنه شغاله، ونقفل ملف ونفتح ملف اخر، يعني ينتهي محصول ويجي محصول. الأعلاف الخضراء تختلف عن محاصيل الأخرى، لأن الأعلاف الخضراء يعني أنا ما بقولش عليها، أنا بقول عليها الكنوز الخضراء، لأن كل علف أو كل محصول من محاصيل العلف يعتبر كنز، لأن أي محصول أنت بتزرعه بتاخد نتيجته بعد 5 6 7 شهور، زي القمح زي الفول زي الرز زي أي محصول. إنما الأعلاف الخضراء دي بتجني منه الثمار بتاعته بعد 40 يوم من الزراعة، سواء محاصيل صيفية سواء محاصيل شتوية. البرسيم بأنواع الحشة الأولى بعد 40 50 يوم، وبعد كده كل شهر بتاخد محصول. المحصول ده في حد ذاته يعني يعتبر محصول زي أي محصول آخر. فكنوز مردوده أسرع كمان، أسرع. وزي ما حضرتك ما قلت وتفضلت، ان الاعلاف الخضراء دي البليتابيليتي او الاستساغه بتاعتها عاليه جدا، ما فيهاش خاليه من المواد السامه، الريجوروس او اعاده النمو سريعه جدا، ما بتصابش لا بالامراض ولا بالحشرات ولا، لان فتره بقاء في الارض شهر ولا شهر ونص، مش زي اي محصول زي محصول الذره مثلا نقعد نعالج في الدوده ولا بتاع. لا، من الاعلاف الخضراء دي كنز من الكنوز اللي ربنا وهبه للمزارع الصغير والمزارع الكبير. المزارع الصغير بياخد الاعلاف ديت وما بيعتمد عليها اعتماد كلي مع المخاليط العلفيه اللي احنا وصينا بيها، فما بيحتاجش الاعلاف مركزه. المربي الكبير بيدخلها في الام تي ار ولا الميكشر بتاعه، فبيرخص له سعر العليقه، فبيكسب مكسب كويس مربح. هقول مفاجاه النهارده، احنا الاهتمام بالقمح كمحصول استراتيجي ليه أولوية في الدولة. بنتكلم على توسع في الزراعة، زيادة التوريد، بنتكلم على زيادة السعة التخزينية أو الطاقة الاستيعابية للتخزين، بنتكلم على البحث عن مصادر جديدة للاستيراد من الخارج بعد الأحداث السياسية الأخيرة. لكن في نفس الوقت هكلمكم النهاردة على زيادة الإنتاج من نفس وحدة المساحة وبأقل من التكلفة اللي احنا بنصرفها، وكمان هوفر في تكلفة التسميد اللي المزارع دايما بيتكلم عنها، وده من خلال زراعة الأعلاف بأسلوب بسيط جدا يزود دخل المربي أو المزارع. لو أنا جيت النهاردة أتكلم عن زيادة القمح بسبب زراعة البرسيم، أقول إيه للمزارع؟ نقول له كلام كتير قوي. يعني بداية القمح ده، البرسيم ده هو العمود الفقري في معهد المحاصيل اللي أنا أقدر أزود من البرسيم القمح، كميات القمح أو مساحة القمح، من خلال محورين أو اتجاهين. الاتجاه الأول يعني أنا دلوقتي بزرع ذرة ورز بدري، أزرع بعديهم برسيم فحل، منه هنضف الأرض، منه هخصب الأرض، منه المزارع هيستفاد من خلال السبعين يوم بتاع البرسيم الفحل دي، هياخد 25 طن أخضر يدوني 5 طن جاف أو دريس. بالإضافة لكده الغلة أو القمح اللي هزرعه بعد البرسيم الفحل ده، الفدان هيزود لي من أردبين لـ3 أردب،
او بعض الناس يقول لك اربع اردب، زي ما احنا بنشوف الناس اللي هم بيجوا يقول لك انا جبت 30 اردب وجبت بيبقى زرع قبلها بقولي، اللي هو البقولي اللي هو العلف البرسيم الفحل ده، دي ناحيه. فانا لو واتفر ايا كان مثلا مساحه القمح اللي عندي، لو انا مش هقول ارقام طبعا في المساحات، لا انا قبل ما اتكلم عن مساحه القمح، انا النهارده الميعاد المناسب لزراعه البرسيم الفحل امتى؟ انا بزرع البرسيم الفحل من 20/8 لحد 10/9 لحد 15/9، بيبقى الفرق ما بينه وما بين ان ناخد الحشه بتاعته وبعمله دريس 70 يوم 60 70 يوم. فأنا لو زرعت في حتى في 10/9 يبقى انا بخل الارض في 20/11، 20/11 ده انا مسمد ومجهز الارض كل حاجه، انسب ميعاد لزراعه القمح من 20/11 لاخر 11 او اخر نوفمبر. يعني انا عندي من 20/8 ل 15/9 ازرع البرسيم الفحل. الفدان هيحتاج مني قد ايه تقوي؟ يعني الفدان اصل البرسيم الفحل التفريع بتاعه علوي فما بيحتاجش كتير، بس احنا بنحط له كتير برضه، او المزارع بيحط بالفطره بتاعته ويقول لك لا اخلي الارض مسطره، انما هو 15 16 كيلو هيكفوا الفدان، هو بيحط شكاره 20 كيلو مش مشكله، بس بياخد منها 20 او من 20 ل 25 طن اخضر، بيديني 5 طن دريس من 4 ل 5 طن. الارض بتحتاج خدمه؟ الارض طبعا هو لو قلت له لو البرسيم بس الخدمه بتاعتها بسيطه جدا، انما هو زرعها بعد كده قمح، فانا بقول له حط خدمه القمح في البرسيم، يبقى انت ضربت عصفورا بحجر، زودت البرسيم او خدت انتاج كويس من البرسيم، وفي نفس الوقت خدت انتاج القمح كده، خد طيب. السماد بتاعه. يعني انا دلوقتي هحرت الارض بتاعتي احرت الارض واحط لها 150 كيلو سوبر فوسفات. 150 كيلو سوبر فوسفات، ثلاث شاكير سوبر او اربعه، ولو حطيت كمان يا حبذا لو حطيت للفدان 20 متر مكعب سماد بلدي للقمح مش للبرسيم، بس هحطه مع البرسيم. هحطه مع البرسيم، هيستفيد منه البرسيم وهيتحلل ساعد، بمجرد ما خلال السبعين يوم ده القمح يقوم زي النار وهيبقى ياخد منه محصول ما شافوش قبل كده. يعني انا بخدم القمح مع البرسيم. مع البرسيم. فانا كده بوفر مجهود وبدخل دخل اضافي ليا وبحسن من خواص التربه وبزود من انتاجي. طيب الفدان هيديني قد ايه انتاجيه بالنسبه للبرسيم؟ من 20 ل 25 طن اخضر. من 20 ل 25 طن اخضر. أيوة. في 70 يوم. ايوه في 70 يوم. الماده الجافه في البرسيم الفحل زي البرسيم الحجازي 20%، فال 20 دول او ال 25 يعني بيديني رينج من 4 ل 5 طن دريس. ال 4 5 طن دريس دلوقتي تمنهم اقل سعر طن للدريس النهارده 3500. يعني 5 في 3.5 ايوه 15، يعني 17,500. قول خليهم 12 يعني مش هنقول، لان بعض الناس يقول لك لا ده ابو 4000 و4500 البرسيم الحجازي. البرسيم الحجازي ده قصه تانية، انما انا بقول بتكلم على البرسيم الفحل اللي انا باخده خلال 70 يوم ده بيكسب المزارع مش اقل من 12,000 جنيه. وال 70 يوم دول فتره ممكن انا ما استفدش بيها او والارض تعفش. والارض تعفش وبتبوظ. انا بحافظ على الارض، برفع القيمه الغذائيه للبرسيم فيها، باخد قيمه نقديه من القمح. طيب هكمل كلامي لسه عن البرسيم الفحل، بس استاذ صبري من سوهاج اتفضل. طيب حاول تاني وبعتذر ان احنا اتاخرنا عليك. يعني احنا عندنا 70 يوم اللي هم تقدر تزرع البرسيم الفحل من 20/8 ل 15/9، بحيث بعد كده انت داخل على البرسيم فيبقى هو ده الوقت المناسب للزراعه. فانا ما اجيش بعد 15/9 اواجي في اول 10 ويقول لي ينفع ازرع برسيم فحل دلوقتي، لان في ناس هتتكلمنا واحنا جربنا ده قبل كده كتير. فانت دور على الوقت المناسب، انت الارض بتاعتك فاضيه زي ما الدكتور مصطفى قال، هتحرت، هتزود 150 كيلو سوبر فوسفات، ويا ريت لو 20 متر معاهم سماد بلدي. فالدكتور مصطفى قال لي دول بقى يخلوا القمح بتاعي يزيد انتاجه ويبقى احلى من البرسيم، احلى من القمح اللي مزروع من قبل خدمه الارض اثناء البرسيم. استاذ اسعد من اسكندريه اتفضل. طب بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو البرسيم ده بتحش وش واحد؟ البرسيم ده بتحش وش واحد يا دكتور؟ ايوه ايوه بيتحش وش واحد. ايوه عشان التفريع بتاعه علوي، يا
يعني ما بيفرحش من تحت علشان زي البرسيم المسقاوي اللي هو الهلالي وجميزة وسر والأصناف بتاعتنا دي، لا ده التفريع بتاعه بتلقاه علوي، بيفضل بعد شهر كده من الزراعة بتبص تلقى البرسيم هام كده، يجي عند 50 يوم تبص تلقى طول العود دخل في متر ومتر وعشرين، بينبطح على على على, على الأرض كده، والتفريع بتاعه علوي، إنما هو من تحت عامل زي الجذر في وتدي كده كأنك باحت مصرف في الأرض، بيخلق الأرض خلق، فده بيخلي الصرف البيولوجي كويس جدا، لأن النبات بيخش زي الوتد كده، فبيفتح مسام التربة وبيحسن من خواصها، وفي نفس الوقت التفريع بتاعه أنت بتاخد التفريع علوي، عشان كده احنا بنجيب من 20 لـ25 طن، لأن تلاقي النبات واحد كده بس عليه الفروع الجانبية في كل مكان. تمام يا حاج؟ تمام يا فندم، بشكرك. أستاذ إبراهيم من البدرشين اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حاول مرة تانية. عايز اتكلم بقى عن جزئيه مهمه. انا دلوقتي هاخد 25 طن اخضر، قول 20، قول 20 في 70 يوم، في 70 يوم ده دخل للمزارع، وهو ما صرفش حاجه غير شكاره التقاوي والسماد اللي انا يعتبر ده سماد للقمح. هل انا لما اجي ازرع القمح هتقل دفعات السماديه اللي انا هضيفها للارض؟ طبعا، ان هو هيقل، انا حطيت السماد بتاع القمح بدل ما احرت الارض واحط السماد بدري، عبل ما الماده الدوبليه تدوب في الارض والقمح يبتدي يستفاد منها بعد شهرين ثلاثه. انما ده بيخش القمح بيستفاد منه من اول يوم، هتلاقي يومه ب10 معدل النمو اعلى، معدل النمو اعلى. افرض انا هزرع على مصاطب، هزرع القمح بعد البرسيم الفحل على مصاطب، هستفيد برضه؟ هيستفاد طبعا. كل لو بأي تزرع على مصاطب، تزرع على الأرض فلات، تزرع على خطوط، اللي انت عاوزه، طالما الأرض هي كلها واحدة واحنا بنستفاد من وحدة المساحة دي. طيب أستاذ حمدان من الدقهلية اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي أنا ممكن احنا هنقطع الدور أول، ممكن نزرع البرسيم الفحل ده وراه. انت هتقطع الذره دلوقتي، فبتسال الدكتور مصطفى يزرع البرسيم الفحل ورا على طول؟ يعني قدامك انت ممكن تزرع البرسيم الفحل كيفما شئت لحد اخر 10، بس اللي هيزرع قمح بقول له بكتيره خالص 15/9. يعني ازرع دلوقتي، هو من 20/8 واحنا النهارده 28/8، فتزرع يعني عادي قدامك 10 ايام ولا 15 يوم، لو زرعت فيهم هيبقى كويس قوي. انما لو هتزرع برسيم فحل او تزرع بقى شعير بعد كده في شهر 12 ممكن براحتك، الوقت متاح. يعني ممكن يزرع دلوقتي عادي. ازرع دلوقتي عادي، توكل على الله. توكلنا على الله، ربنا يوفقك. التقاوي موجوده فين يا دكتور؟ التقاوي احنا عندنا التقاوي في مركز البحوث الزراعيه وفي محطات البحوث، يعني عندنا في محطه بحوث سخا ما شاء الله يعني فيها انتاج، وحاطين تقاوي في سيتس، كل المحطات بتاعتنا احنا بنوزع من خلالها منافذ البيع للتقاوي عشان نسهل على السيد المزارع او المزارع البسيط اللي ما يقدرش يجي وبتاع. وبعدين يعني هو موجود في منافذ الاداره المركزيه لانتاج التقاوي؟ في لا، احنا خاطبنا الارشاد، الاداره المركزيه لانتاج التقاوي دي حاجه، انما احنا بنطلع بندي انتاجنا للارشاد بعد ما انتاجكم بقى مين؟ كقسم داخل معهد المحاصيل الحقليه، ما انتاج معهد المحاصيل الحقليه. بننتجه احنا في المزارع الكبيره، في ساخة، في الجميزه، في سيتس، بنطلع الانتاج ونغربله ويتفحص ويتحط على البطايق وكل حاجه، ونبتدي نوزعه من خلال المنافذ البيع بتاعتنا. واحنا قبل بعد كده بنخاطب الارشاد على مستوى الجمهوريه، من مطروح لاسوان، بنيجي يا بوزارة مدير الإرشاد احنا عندنا أصناف كذا كذا كذا، فلو انتوا عاوزينه يبعت. كنا الأول احنا بنودي بالعربيات بتاعتنا، فدلوقتي لا، احنا بنقول اللي عاوز يجي ياخد، نظرا لقلة العربيات أو السواقين. لا، ودلوقتي في إقبال على التقاوي بتاعتنا، والناس كلها عرفت كنتم عايزين تسوقوه. أما الإدارة المركزية للتقاوي دي حاجة تانية، هم بياخدوا منها تقاوي الأساس وبينتج منها معتمد واحد واثنين، فدي حاجة، إنما إحنا إنتاجنا كله تقاوي أساس. تمام. أستاذ طارق من مرسى مطروح اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا استاذنا عندنا مشكلة في السماد بالنسبة لجمعية كرم سكرة. مسافة تقريبا 2 متر، يعني ادي حاجة عندي بتاع 2 متر ونص 3 متر. اه مش هيقول لا، ازرع ما بين الخطوط ما بين الزراعات دي، سواء انتين شوكي كمترة اي حاجة، طالما الشجر صغير والتمثيل الضوء بيتم بيه مفيش مشكلة. لو سمحت ابعد عن التلفزيون علشان تعرف تستفيد. الدكتور مصطفى بيقول لك بدام الشجر صغير وفي مسافات تدي مساحة للضوء. طارق ماشي، ما هو التين الشوكي برضه مش عالي. مش عالي لا. فممكن يتزرع زي ما الدكتور مصطفى بيقول. طالما الشمس بتتخلله وبياخد حقه من التمثيل الضوئي ممكن هيطلع وتتحشه وما فيش أي مشكلة فيه. ازرع توكل على الله. أستاذ حسني. بارك الله فيك. ربنا يعزك. أستاذ حسني من الدقهلية اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك احنا بيتكلموا عن القمح والبرسيم، احنا عايزين نعرف مواعيد زراعة الفول البلدي. ما احنا بنتكلم في ملف يهم ناس كتيرة جدا، فمش معنى ان احنا ما جبناش سيرة الفول البلدي ان احنا مقصرين. الفول البلدي نعمل له حلقة كاملة مخصوص واكلمك فيه عن المواعيد من خلال ضيفي وعن الاصناف، انما احنا دلوقتي هي ده موضوع حلقتنا. عناية الاثنين اشكرك. القيمة الغذائية للبرسيم الفحل، يعني انا برضو دي تهمني قوي، معدل التحويل، نسبة البروتين فيه، كلمنا عنه كقيمة غذائية. نسبة البروتين في البرسيم الفحل بتتراوح من 12 ل 14%. يعني عامل البرسيم الفحل زي الحشة الخامسة من البرسيم، يعني البرسيم المسقاوي بتاعنا لو قعدت تشوف نسبة البروتين في الحشة الأولى تلاقيها 19%، الحشة الثانية 17.5-18، الحشة الثالثة 16، الحشة الرابعة 15، الخامسة 14. فهتقول لي 14 ليه وبالرغم ان هو حشة واحدة؟ لان هو يعني الصاج فيه ملجننة او السيلولوز فيها عالي او نسبة الليف ستيم ريشيو بتاعه قليل، فنسبة الاوراق للصاج تلقاها قوي جدا. وبعدين البرسيم الفحل ده انا بديه للحيوان بتاع التسمين، انما علشان انا اوكل البرسيم الفحل طازه كده اخضر هقعد احش في الفدان شهرين، مش هينفع. فانا ما عنديش وقت، انا عايز احشه انا بحشه واجففه واكبسه. ده السلاج زي دريس، دريس السلاج بيتخمر، انما ده دريس. ادير بقى للحيوان عليقه جافه ومركزه في نفس الوقت. يعني انت لو جبت اي عليقه مركزه وحللتها اللي مكتوب عليها 18% هتلاقيها 12-13-12-11%، انما ده هتلاقي الالياف بتاعته مظبوطه، الاي دي اف مظبوطه، التي دي ان مظبوط، كل حاجه فيه عامل زي الكشري، يتاكل من غير عيش ويتاكل من غير لحمه، طبق كشري كده. فانت بتقدر بتدي للحيوان زي العلف المركز. لما ادي للحيوان كيلو، الكيلو ب 3 جنيه ونص دريس او باربعة جنيه، زي قيمته الغذائيه زي كيلو او بتسعة جنيه او بتمانية جنيه، يبقى انا وفرت للمزارع او المزارع ده يعني 50% من سعر التكلفه. طيب. وفي نفس الوقت شلته في اليوم اللي ما فيهوش حلف مركز لا بديله. دكتور مصطفى كده نوه لحاجه مش هسيبه فيها، قال لي الدريس، عايز اعرف اعمل الدريس صح ازاي؟
علشان انا ممكن بعد ما احش البرسيم الفحل ويبقى عندي انتاج جميل جدا تحصل فيه مشاكل بسبب طريقه تحضيره او تخزينه وانا بقدمه للحيوان. لا الدريس بالنسبه للبرسيم الفحل في البرسيم عامه ما فيش اي مشكله فيه، بس هي المشكله بيبقى في اوقات المطر. لما انا بحط بعمل دريس بنشره، يعني انا عندي مثلا فدان بكره منه 4 قراريط اجفف فيهم الدريس اصلحهم كويس، اما يكونش فيهم رطوبه ولا بتاع، والم فيهم محصول الفدان كله واقلبه اخليه على غمره كده يوم ولا 2 ولا 3 ايام وهو كده اقلبه مكانه. بعد كده الرطوبه فيه بتنقص والماده الجافه بتزيد، اروح لمه في 3 قراريط او في مساحه كده واقلبه يوم بعد يوم بس ايه، وبعد كده لحد ما يبتدي ينشف. لما يبقى الرطوبه فيه او الميه الماده الجافه فيه 80% او 88% يبقى الرطوبه فيه كده امن، يبقى مش هيفطر ولا يعفن ولا اي حاجه. يبقى اجيب مكبس اكبسه واكبسه طبعا في الصباح الباكر علشان الورق ما يتخرطش، عشان القيمه الغذائيه بتاعته ما تتهدرش ما يبقاش كويس. وبعدين التي دي ان بتاع البرسيم ده قريبه جدا من التي دي ان بتاع البرسيم المساوي، يعني ان كان التي دي ان بتاع الاصناف بتاع البرسيم او المواد الكليه المهضومه 60% هتقول البرسيم الفحل 57-58% قريبه جدا جدا منه. طيب استاذ احمد من الشرقيه اتفضل. ايوه يا دكتور. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم الدكتور مصطفى، احنا مركز مشتول جنب بلبيس على طول. احسن ناس. البرسيم السيدة اللي احنا بنزرعه عندنا هنا بيكون اول بطن حلو وثاني بطن بتبرش كده وثالث بطن بروح معزل من شهر 3. علشان عايزين نوع برسيم يكون حلو ونجيبه منين؟ لا، نوع البرسيم الحلو موجود، وتجيبه منين؟ احنا منتشرين على مستوى الجمهورية من الارشاد. انت عندك في بلبيس في الشرقية لسه بتاع الشرقية النهاردة واخد 2 طن من صنف هلالي منتج في محطة بحوث سخا ما شاء الله عليه، سلاسل ذهب. انما يعني اللي ما بينشف يا دكتور؟ نعم ما بيعزولش، ما احنا عندنا من شهر 3 بيروح. لا لا بص، هو ده ليه سبب الدكتور هيقوله لك. انا يعني بقول لحضرتك اللي من شهر 3 ده بيبقى برسيم رديء، ما انت جايبه من السوق، انما ده برسيم احنا عاملين له اكسار وعشان نسجل الصنف ده. الصنف لما بيسجل بياخد من 10 ل 15 سنه، مش هاب هازارد كده في يوم وليله، لا. انما هو البرسيم ده اصناف ممتازه بيقعد اخضر لحد شهر 6. احنا عندنا اصناف من البرسيم بس دي مش هتجود في الشرقيه، هتجود في جنوب مصر او من سيتس ومقبل. سيتس 2 صنف اسمه سيتس 2 طالع بيقعد اخضر لحد اخر شهر 7. احنا لسه حظنا الاسبوع اللي فات عشان ناخد البذور بتاعته. نعم اسمه سيتس 2 يا دكتور؟ اسمه سيتس 2 بس ده عاوز الجو الحر. انما اللي عندك انا هيمشي عندك صنف جميزه 1 وصنف هلالي. صنف الهلالي ده صنف كويس جدا، صنف كومان شائع على مستوى الجمهوريه، بينفع على في جميع الجمهوريه. يجيبه منين يا دكتور تاني؟ يجيبه انت من الشرقيه، تروح الارشاد وتقول له انا عاوز برسيم هلالي من اللي انتوا جايبينه من البحوث، وهتشوف البطاقه، هتشوف الشكاره، الشكاره بيضة وعليها مع مختومه معهد المحاصيل الحقليه قسم بحوث محاصيل العلف، وفي بطاقتين في الشكاره، بطاقه جوه وبطاقه بره، وهتلاقي بادج على الشكاره كده بالصنف برسيم هلالي محطه الغربله آلك إيوان، هتلاقي كل حاجة أنت عاوزها موجود. افرض ما لقيتش عشان بتوع الإرشاد بياخدوه ويدوا لواحد ويسيبوا واحد، عندك دلوقتي تلحق نفسك، يا إما إن كنت قريب من سخا تروح للدكتورة شيرين النحراوي تجيب منها برسيم زي الفل، قريب من مصر تاجر الشيخ علي درويش، قريب من سيس تروح للدكتورة ماجدة نادي، يعني في كل حاجة منتشرين. بس أنت إحنا بنسأل أنتوا ما بتسألوش، هنعمل إيه؟ أنا هتابعك بالتليفون برضو، بشكر حضرتك. يعني إيه الإرشاد يدوا واحد ويسيبوا واحد؟ لا يعني هو الإرشاد بياخد إيه؟ بيقول أنا عاوز إيه؟ 5 طن. فبنقول له لا إحنا خد 2 لما يخلص يجي. الاتنين دول ما بيوزعهمش، افرض بقى واحد بقى غلبان زي حالتي يروح يقول له لا لسه ما جبناش، ويوديه للناس اللي هو على مزاجه. فما نعرفش، ممكن في ناس كويسين بيقول لك لا على حسب الحاجز ادي، ما بيخيرش. انت يعني الدكتور مصطفى يقصد ان
الانتاج بتاعهم الغرض منه مش تجاري. أيوة. الغرض منه زياده نشر هذه الاصناف والتوسع في انتاجها عشان يزود انتاجنا. فلما بيجي عندهم كميات محدوده بيبقى التوزيع على القد برضه ما بيبقاش في توسع فيه. طيب البرسيم الفحل هل فعلا بيخلي القمح يزيد عندي في الارض؟ ايوه بنسبه قد ايه؟ لان انتم اشتركتم قبل كده مع الحمله القوميه للقمح. لان احنا الاساس اللي بندي البرسيم للحمله القوميه. هو لسه مستمرين في بس يعني مستمرين بس على خفيف السنه دي والسنه اللي فاتت، انما من 10 15 سنه كان كل سنه بياخدوا منا 10 15 طن عشان يوزعوهم مجانا للمزارعين عشان يخلوهم يزرعوا برسيم قبل القمح عشان يزود انتاج القمح. بننشر الفكر يعني. ينشر الفكره فالناس كلها عرفت فابتدوا بقى يعني العمليه تخف دلوقتي والناس عرفت لوحديها يقول لك انا مش هستنى بقى ما اخد الشغل. قدرتم الانتاجيه زياده بقد ايه؟ من 2 ل 3 ردب على الاقل. 3 ردب على الاقل. في ناس بتزود يقول لك بيزود الانتاج 4 ردب. خلينا على المتوسط من 2 ل 3 ردب زائد البرسيم اللي احنا استفدنا بيه. زائد كميه السماد اللي احنا هنقللها لما نيجي نزرع القمح، فانا النهارده كمزارع بضاعف من الربحيه وبزود من انتاجي من اكتر من مدخل، زودت انتاجي في العلف في البرسيم في القمح. النهارده بقى عندي ثروه حيوانيه بيحصل لها زياده بجوده، ما هياش زياده غير مدروسه، وخصوبه للتربه. كل ده ب 15 كيلو من الاعلاف الخضراء بالنسبه للبرسيم الفحل. ابراهيم من دمياط، يا استاذ ابراهيم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نسال الاستاذ بس اللي نزرع في دمياط برسيم ايه؟ بتزرع في دمياط في نوع بيزرعوا في دمياط. دمياط طبعا ارض مالحه، نسبه الملوحه فيها زايده شويه. ففي صنف اسمه سيرو واحد وصنف اسمه سيرو ثلاثة، واحنا مستنبطينهم في محطة السيرو في دمياط في جنب فرسكور. هناك هتلاقي الأرض مالحة، الملح طفف على الأرض، والبرسيم بيجيب 50 طن وستين طن. فالحق خد من الأصناف سيرو واحد وسيرو اثنين للأراضي المتأثرة بالملوحة بيوجود فيها، يعني حيث لا يوجد أي برسيم آخر ولا أي محصول آخر. يعني عايزين نزرع شتوي، احنا عايزين نزرع شتوي مش البرسيم الفحل. لا ما هو انت هتزرع شتوي، احنا اللي بنقول البرسيم الفحل ده خلصنا منه. انا بكلمك دلوقتي انت بتقول لي ازرع ايه في دمياط في البرسيم. البرسيم أيه. المساوي في سيرو واحد وسيرو ثلاثة. سيرو واحد وسيرو ثلاثة؟ ايوه. ان ما كانش عندكم في دمياط في الارشاد. دي بيفضل اخضر لاخر السنة كويس؟ بيفضل لحد شهر ستة. كويس. بيفضل لحد. يا استاذنا السعر مناسب يعني ولا؟ لا السعر ده بتحدده لجنه التقاوي، يعني الكيلو ب 35 جنيه، بس مهما كان الكيلو ب 35 جنيه فهو ارخص من اللي الكيلو ب 10 جنيه. مش مشكله، انت بتجيب تقاوي من السوق بتطلع مش كويسه بس انت جبت محل الفايده، انت بتجيب تقاوي مش سوق بتطلع مش كويسه، زي ما الاخ اللي كان بيسال قبل كده يقول لك دي بتقشع بدري وبتقلع بدري وبتاع. لا دي اصناف متربيه كويس واصناف غايه في الانتاجيه والجوده. يعني دي مش موجوده في الزراعه عندنا ولا موجوده في؟ لا اسال في الارشاد، ما لقيتش في الارشاد يبقى اي حد نازل القاهره يجيب لك من مركز البحوث الزراعيه قسم الحصمه حاصل العلف وياخد اللي هو يعني عاوزه. الارشاد عندنا هنا في دمياط فين؟ فرسكور. ايوه في مديريه الزراعه. تسال في مديريه الزراعه وحسب المراكز بقى في فرسكور الزرقاء في اي مركز عندك. طيب ماشي، لو في فرسكور نجيبها منها ان شاء الله. خلاص جهتها، ولو ما عرفتش توصل لهم تتواصل مع القسم في مركز البحوث الزراعيه من خلال الدكتور مصطفى تاخد الكميه اللي انت عايزها. روح للدكتور شريف في محطه السيرو او الدكتور حسام، حسام صقره والدكتور شريف، وهم يجيبوا لك التاوي لحدك طالما انت في السر. شكرا دكتور مصطفى. النهارده احنا بنتكلم على بدايه موسم. الاصناف اللي هتتزرع في الموسم الشتوي. شوف احنا عندنا الاصناف طبقا للسياسه الصنفيه على مستوى الجمهوريه، اصناف البرسيم دي عندنا ساخ 4 وهلالي جميزه 1 جيزه 6 سيتس 2 سيرو 1 سيرو 3
ده غير النوايات او الاصناف اللي لسه جاري فيها التسجيل اللي هتطلع للنور قريبا ان شاء الله. السبع اصناف دول متوزعين على مستوى الجمهوريه توزيع طبقا للسياسه الصنفيه. جيزه 6 وسيتس 2 ده من بني سويف مقبل عشان محتاج جو حر او درجه حراره عاليه فبيجود فيها وبيجيب غايه في الجمال، يعني بمتوسط جيزه 6 ده مش اقل من 70 طن تسليم للحكومه مش كده يعني 70 طن. سيتس 2 ده اكتر. كلمه تسليم الحكومه دي معناها ايه؟ ان زرعته داخل اراضي تبع مركز البحوث او جهات لا حكومية. احنا بنسلم كمان بعد الظهر، يعني الدكتوره ماجده نادي في سيتس عبل ما تيجي تدور على جرار وتروح تسلم الانتاج الحيواني والبرسيم مع اتحش تم حشه في الصباح الباكر يكون الظهر جاي، يكون الرطوبه فاتت الندى. يعني الدكتور يقصد مش وزن ما في ميه وفي ما فيهوش ميه، مش لا ده برسيم بجد يعني برسيم صافي 70 طن. 70 طن تيجي تقول لك متوسط الحشه دي 16 طن، ده كان 18 هم قالوا لي لا خليها 16. يعني كل واحد بيبقى في عند الدكتوره شيرين ما شاء الله الانتاجيه زادت سنة زيادة مهولة عن كل سنة، لأن اللي بتشتغل كويس ومعاها صف كويس وهي ما ربنا يكرمها يعني ما شاء الله غاية في النشاط والكفاءة. يعني خدمة الأرض بالنسبة للبرسيم بتفرق؟ لأن الناس بتقولك ده برسيم أنا لسه هصرف سماد عليه. لا لا طبعا بتفرق يا أستاذ سامح. أنا لما بزرع برسيم بعد رز من غير خدمة بيفرق عن لما أكون أنا أخدت الرز بدري ده واعمل له ديسك واتنين وسد مسام الارض بحيث بدل ما النبات البذور بتبقى جذورها معلقه في قش الرز فبيديني الحشه الاولانيه بعد 70 يوم فبقل حشه واتنين عن البرسيم المعتاد، غير ان احنا نكون واخدين برسيم ومكان رز وخدمناه خدمه كويسه دسجناه كويس وبدرناه احنا بناخد بدل الثلاث حشات اربع حشات وخمس حشات، فده بتفرق كتير قوي قوي. يعني انا بالتسميد بدل ما هاخد ثلاث حشات هوصل من ثلاثه لاربعه والخمس حشات وبانتاجيه عاليه وبانتاجيه عاليه. وبعدين انا بخدم بدي الجرعه التنشيطيه وبعدين بدي خدمه البرسيم ما شاء الله، يعني بتبقى كل ارش ان بي كي مغذيات في البرد بتاع، يعني بغذي البرسيم عشان اخد ايه محصول. وبعد طيب كده انا عندي موضوع شاغلني النهارده احنا بنتكلم على التغيرات المناخيه وخطورتها على الحياه. فالتوسع في كل المساحات الخضراء هو شيء مهم جدا. هل في بعض المحاصيل تجود او الاعلاف الخضراء تجود زراعتها في اراضي قاسيه بمعنى ارتفاع نسبه البلوحه في المياه وفي التربه ما بيجودش فيها اي محصول اخر، لكن انا عايز اتوسع في اللون الاخضر عايز احافظ على الطبيعه واعمل توازن بيئي، الاعلاف الخضراء ممكن تحل المشكله دي؟ ايوه الاعلاف الخضراء والاصناف اللي انا قلت لحضرتك عليها وقلناها سيتس واحد وسيتس اتنين دول متحملين للملوحه لغاية كم جزء في المليون؟ يعني ممكن لحد 4000 جزء. 4000؟ في الأصناف ديت لحد البرسيم لحد 2500 3000، إنما الأصناف دي لو أنت قست الملوحة في السيرو في دمياط هتلاقيها 4000 3800 4200 والإنتاج كويس جدا، يعني ممكن الملوحة أكتر من كده بس الإنتاج بيقل 25% 20%، بس البرسيم يجود حيث لا يجود محصول آخر. كلمة يعني دي جميلة أوي، يجود حيث لا يجود محصول آخر. طيب يوسف من محافظة إسماعيلية، اتفضل يا أستاذ يوسف. واطي التلفزيون يا أستاذ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا بحثت عن دكتور الدروة اللي هي الصواني. الضراوه؟ في ضراوه احنا زرعناها صواني بتيجي صواني وبنشتلها هي عندنا لتاني سنه السنه دي. عايزين نسال كميه البروتين اللي فيها. حاضر. هي عامله معاك في الانتاج ايه بقى؟ لا حلوه جدا، انا زرعت مكان السنه وبعدين رجعت مكان تاني زرعته السنه دي برضه، بس عايزين نعرف نسبه البروتين. حاضر. عايز تساله على حاجه؟ لا لا انا هجاوب. حاضر عينيا الاثنين. استاذ هلال من الجيزه اتفضل. استاذ هلال. ايوه استاذ. اهلا وسهلا اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز
يعني اي مبيد يضع دوده زي الذره حاليا الوقت دي. مبيد لايه؟ للدوده، دوده الحشد. مش للذره. طيب الحاجه دي. لا احنا اتكلمنا عن المبيدات وقلنا تجيبها منين والتوصيات، حاضر عينيا الاثنين. بيقول لك التقاوي اللي بتزرع في صواني، ايه هي؟ يعرف الناس المشاهدين الاول هو يقصد ايه. ما انا بقول لحضرتك الصواني، الذره اللي هو بيزرعها في صواني ده او العلف ده، ده مش دي اسمه بوني كام. هو بيتحط في صواني، والفدان بياخد حوالي 80 صينيه، 80 صينيه دي فيهم 16000 نبات او 16 ونص تقريبا. الصينيه 209. هو بيسال على البروتين. يا عمي البروتين طبعا ما تسمعش الكلام اللي انت بتسمعه في النت او غيره وغيره. في ناس، انا رحت زرت المغرى في الريف المصري، وكانت ناس زرعة البوني كام ده، وطبعا يقول لك وناس من مجلس الشعب او مجلس الشيوخ راحوا زاروه، فقالوا ان كانوا بيقول لك 12% بروتين و14% بروتين. انا قلت لهم لا، ده لا يتعدى عن 7-8%. ليه؟ لانه يعني نجيلي ده محصول بالتحليل يعني. ما هو تحليل النجيلي يعني، عندك الدخن، حشيش السودان، الذره، الريان، كل الحاجات دي البروتين فيها من 8-9 ما بيزيدش، وده بروتين نبات نجيلي. اما لما يكون ده فيه 12% يبقى امال البرسيم الفحلي فيه كام؟ وبعدين احنا لما طبعا كان عند واحد اسمه محمد الصياد في المغرى في الضبعه، فالراجل اخذ العينات من البوني كام ده وراح حللها في المعمل المركزي، لقي 5.3. انا بقول على الهواء ليه خام، قال لي لا ده لا 7 ولا 8، ده 5.3. طب انا برضو عايز التحليل هو اللي يبقى الفيصل. انا لو انا زارع احلل فين؟ التحليل طبعا في معامل متخصصه، بس طبعا تبع وزاره الزراعه، اللي تبع وزاره الزراعه المعمل المركز الاقليمي للاعلاف. المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف، لو انا رحت له بعينه من البوني كامل اللي انا زرعه في ارضي يحللها يدي لك ريبورت كامل، يقول لك دي فيها بروتين قد ايه، فيها الياف قد ايه، فيها قش قد ايه. يعني يبقى انا بقول للدكتور مصطفى ولحضراتكم على الهواء، اللي عايز يعرف نسبه البروتين عنده في البوني كام هو اللي يحللها بنفسه. عشان ممكن اكون انا متحيز، فانا مش عايز ده يحصل. ممكن الدكتور مصطفى، انتوا عارفين علمائنا بيحبوا اصنافهم قد ايه، وانا بشوفتها في الدكتور مصطفى بصراحه، كلموا عن صنف بينتجه وهيدافع عنه ويقاتل. لا انا بقول الحقيقه. فالحقيقه فين بقى؟ الحقيقه في المعمل. اللي عايز يحلل المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف، بخلاف ان في بعض المعامل تبع القطاع الخاص. استاذ كرم من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور، عندي فدانين ارض فيهم ملوحه. وبصرف عليهم وبكلفهم، والاخر محصول بيبوظ مني، ذره او قطنه او رزه او اي حاجه من الحاجات. نسبه الملوحه كام جزء في المليون؟ انا ما حجزتهاش حضرتك. طب ما هو انت هتفضل في المشكله دي لغايه لما تحلل. طب احللها فين حضرتك؟ اي معمل الاراضي والمياه، معهد الاراضي والمياه عنده فروع منتشره. جهاز تحسين الاراضي عندك انت فين؟ في الشرقيه؟ فين في الشرقيه؟ في الزقازيق حضرتك. في الزقازيق، يعني انت حواليك 30 معمل، قطاع خاص وحكومي وكله. تروح بمديريه الزراعه والاداره الزراعيه، اقول لهم عايز احلل التربه واحلل الميه الاثنين، هيقولوا لك تاخد العينه ازاي، او هيجي حد معاك متخصص هو اللي ياخد العينه من التربه، عشان ليها قطاع طولي وقطاع عرضي ومتوزعه على مساحه الارض تحللها. فانت النهارده التحليل هيجي لك يقول لك نسبه الملوحه مثلا 3000، المحاصيل اللي تنفعك 1-2-3، المعدل السمادي لكل محصول. فانت تروح كده انت بتحسس في الضلمه، مش شايف انت بتعمل ايه، لازم تحلل الارض. ايوه بشكرك. استاذ كامل من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بدور على البرنامج ده من زمان ومش عارف الاعلاف الخضراء دي. بتدور على الاعلاف الخضراء؟ بعد اذن حضرتك، اللي هو عايزين نسمع البسيم اللي هو اكتر من حشة، عايزين نسمع اللي هو اكتر من حشة ده دلوقتي قبل القمح، عايزين نعرف انواعه ايه، ومركز البحوث ده مكانه فين او عنوانه فين؟ مركز البحوث الزراعيه في الجيزه، دي اول حاجه. لكن انت عايز تزرع برسيم قبل القمح تاخد منه اكتر من حشه؟ لا حشه واحده برضه بس، ما بحبش الفحل، انا عايز برسيم اللي هو المساوي العادي. عايز برسيم مساوي. طيب عايز تسال اللي هو خمس اللي كنت حضرتك اتكلمت عنه قبل كده، اللي هو بخمس ورقات وبيدي انتاج عالي، وممكن نحط معاه شعير الحشه واحده او شعير الحشه كتير. عايزين كل ده كله. عايزين الدكتور مصطفى هو اللي هيجاوب بعد اذن حضرتك. بعد اذن نتكلم لكل اللي هو حشه واحده، لو نزرع حشه واحده نحط معاه شعير ايه، واللي هناخده طول السنه نعمله نتعامل معاه ازاي. ماشي. اللي انت هتزرعه فين
وانواعه فين وانا تابعنا بقى من الشاشه تابعنا من التلفزيون عشان الوقت قرب يجري فاحنا عايزين اللي انت نجاري. عاوز تزرعه حشه واحده وعاوز تحط يعني مخاليط نباتيه مع البرسيم الفحل ممكن تحط الشعير من العادي تحط 7 8 كيلو شعير مع البرسيم الفحل ده يتحشى على 70 يوم وده يبقى فيه 15 كيلو فحل 15 كيلو فحل و7 كيلو شعير يحطهم مع بعض لا بس يبدر ده لوحده وده لوحده عشان كثافه ده غير ده هبدر النهارده الفحل دلوقتي الفحل وبعد ما اخلص بدار الفحل ابدر الشعير تمام فوقيه انما لو حطيتهم على بعض كده هتبص تلقى الشعير تجنب في مكان لوحده والبرسيم لوحده يعني انا بعد ما ابدر التقاوي بتاعت الفحل ابدر بعديها الشعير الشعير تمام ده لو انت هتاخد برسيم حشه واحده او الفحل ده عشان تزرعه وتعمله دريس هيبقى فيه طبعا الفحل البرسيم غني في الكالسيوم والبروتين والشعير غني في الفوسفور والطاقه فانت عملت توازن دلوقتي ما بين الكالسيوم والفوسفور والبروتين والطاقه فما فيش مشكلة فيه أنت عاوز تزرع البرسيم بقى المالتي كات أو متعدد الحشات بعد كده أنت عندك في الغربية هينفع عندك جميزة واحد وهينفع سخ أربعة وهينفع هلالي عاوز تزرع بقى شعير شعير بقى متعدد الحشات في شعير متعدد الحشات سايكو يا إما تجيبه من عند الدكتورة شيرين في سخة يا إما تجيبه من عند الشيخ علي درويش في الجيزة أو تزرع راي جراس لو هتزرع راي جراس هتحط 7 8 كيلو راي جراس مع هتاخدهم هيطلع معاك 4 مرات هتزرع شعير السايكو ده هيطلع مرتين 3 ده له سعر وده له سعر وده موجود وده موجود والاحسن الاثنين اصل ده الراي جراس نجيلي والشعير السايكو ده نجيلي برضه فبس الشعير السايكو ده بيبقى يعني نباته قوي فبيجي مع الحشات حشتين او على طول ممكن بكتيره ثلاثه انما الري جراس بيطلع بيقعد اربع حشات مخلوط اللي هي المخاليط العلفيه اللي هنبقى نتكلم عليها ما انا برضو هو سال كده. سؤال مهم قال لك انا دلوقتي لو هزرع برسيم قبل القمح ولو انا هزرعه يقعد معايا طول السنه ما هو لما قلت له اللي قبل القمح يزرع شعير من العادي من عند اي علاف علشان ده ما يطلعش بعد ما يجي كده ما ينبتش تاني عشان ما يرجعليش تاني في الارض يعني تاني. شعير عادي اجيبه من عند العلاف ايوه انما أيوة. لو انا هزرعه مستديم يبقى انا الاصناف اللي حضرتك قلت عليها دي هي من مركز البحوث الزراعيه يا اما في سخه يا اما في كفر الشيخ يا اما في الجيزه في قسم الاعلاف تابع لمعهد المحاصيل الحقليه وتسال على الدكتور مصطفى او على الشيخ علي موجود عندهم جزئيه مهمه قوي العلف والمعلومه يعني الدكتور مصطفى ما بيتاخرش كمان عن حضراتكم هل التقاوي ليها بعض المعاملات قبل الزراعه طبعا احنا لسه ما اتكلمناش ان هو بيجي خلي بالك دقيقه واحده نعم قول في فاضل دقيقه واحده لا قول لي البرسيم طبعا عاوز يتعامل بالبكتيريا الخاصه اللي بتعمل له بوش لعمليه الانبات فالعقدين ده موجود بس موجود بقى ايه في عند الشيخ علي درويش مش موجود في الايه في المحطات التانية لان المعمل موجود جنب الشيخ علي فبيجيب له عشان يوزعه مع البرسيم فالبكتيريا العقديه دي او الريزوبيا غايه في الاهميه وللبرسيم اللقاح البكتيري ده مهم جدا 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 والعقدين بيتم انتاجه داخل مركز البحوث الزراعيه وحده الانتاج موجوده ايضا جنب بجوار القسم الشيخ علي ده يعني من المسؤولين جوه معهد المحاصيل الحقليه بقسم الاعلاف هو اللي بيديك الصنف موجود عنده التقاوي والعقدين وعلى فكره دي اسعار كلها رمزيه دعم من وزاره الزراعه او من الدوله للمزارع ومجهودات انا بشكرهم على ان هم بيقوموا بيها لما نلاقي العمل هنا بيتم بطريقه او بروح بتتسم بالوطنيه يعني انا عايز اخدم المزارع علشان ازود الانتاج في بلدي عايز اوصل المعلومه واحافظ على زياده الانتاجيه علشان ده يخدم مصر هو ده اللي انا لمسته من خلال تعاملي مع الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد اكيد ان شاء الله في الفتره القادمه محتاجين ان احنا نكثف اللقاءات لا لان في ملفات وتفاصيل محتاجين نسلط عليها الضوء احنا بنخدم بلدنا واحنا وظيفتنا ان احنا نوعي كل الناس وبعدين الشكر الاول والاخر لمصر الزراعيه ان هي داخل كل بيت الفلاح بيقدر يستعين بيها غير دلوقتي يقول لك ما فيش جهاز ارشاد ما فيش حد بيلف النمو قاعد ليلا نهارا والفتره بتاعتكم ديت الحلقه بتتعاد دلوقتي وبتتعاد بالساعه 9 بالليل والساعه 9 الصبح فلما بيفوتوا المعلومه دلوقتي بيحصل على موجود على الموقع الرسمي لقناه مصر الزراعيه على اليوتيوب
واحنا في الخدمه يعني الارشاد في تطور في قطاع الارشاد، في تحديث للخدمه المقدمه. التكنولوجيا النهارده تطرقت الى كل مناحي الحياه، فكان لزاما ان ده كمان يحصل داخل قطاع الارشاد. قناه مصر الزراعيه، الحملات القوميه، الايام الحقليه والمدارس الحقليه والقوافل الارشاديه. بنتكلم النهارده على معلومه اكثر تطورا. بشكر ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الجواد، الاستاذ بقسم الاعلاف التابع لمعهد المحاصيل الحقليه. شكرا جزيلا لنورتني. لا لا، تحت امرك. بشكرك مشاهدي برنامج الزراعه الان، بشكر حضراتكم والى اللقاء.